من الجيود اللي مدينة العربية ومن طوحة بينا نعمل ناكلوا حاجة بنينة حاجة زمنية دونك طول قررنا مش ندخلوا نجيو الريستورون مخميخة مع لطفي العبدلي محمد اول بلاد مخميخة اللي هو عجة مخميخة حطينا شوفريت سوبيا مول عقد زدهم شويه مرقاز وسكالوب مشخشخة بركلة فيها برشا حاجات نورمال ترى ورينا شنو هي البرشا حاجات الموجودة فيها؟ عندنا ثما كريفيت اي كريفيت كريفيت حجر اي شنو هي مول مول بركلة معناتها وزباب زيدها شوية مرقاز تمام شوية سكالوب شوية لسا عربي شوية ثوم ناخذ الصوص تاعنا جيت لطفي العبدلي ناكل المدفون تعرفوا عندكم برشا شنو الحاجه اللي تعجبكم في ريستورانت مخميخة الاكله بلديه هكا في بلاصه في المدينه العربيه زيد باب نار هذه هي مدفونه نتاع اليوم بالهرقمه والكعابر تفضل الكعابر كيفاش تحضر بالليل تاع مزيان حمى فروم فيح نعناع فلفل شيح
عروس ثوم وتابل فلكحل وملح خلطهم كعبرهم تقليهم بقى تحطهم في المدفون والهرق ما تجيب وحدها تجيب وحدها والماء ذاك تمرق به الهرق تمرق به المدفون واللوبيا اللوبيا تنفخها وحدها طيبها وحدها كيف وحدها كل حاجه وحدها تروزي تاب وحدهم سبناخ ولا سلق سلق وسبناخ هذا سلق وسبناخ شي تحضر هذا يتحضر يتغسل مليح مليح بالجفال خليه يستقطر سخن الزيت نتاعك 120 دقري تحط السلق نتاعك خليه يبرد تريحيه بالميكسور بالروبو وتفوح ورينا ترى شنو موجود مكونات الصحن الكعبر هاي الكعبر هرقمه ذيك لا الهرقمه ذيك هذيك الهرقمه هاي ترى الكعبر هذيك الكابوره الكابوره ولا وعندنا الهرقمه واللوبيا والزيتون هاي بي ترى ذوق ترى تعطينا رايكم هاي البيل فيد والفواق وتعطينا الراي دونك احنا موجودين بطبيعة الحال في دبنارا عندت مخميخة دونك سيفون طلب بعض الخيان اللي جاوا للريستورون هذا ولمونا ان كيفاش ما صوروش مع مخميخة لطفي العبدلي خويا لطفي العبدلي شو في المسرح وفي الفن وكذلك انا جيناكم للطفي العبدلي مخميخة تاع الماكله وتاع المعدة وان شاء الله الناس الكل تمخمخ بعض لطفي العبدلي دونك ناخذوا رايو ماي اللي ذاق العجه اللي ذاق العجه خويا يعطيه الف صحه لطيبه برج داير فريمون حاجه طير على الاخر هاي سينو المدفون زاد بنين على الاخر هذا خير مدفون تمك ولا مدفون تطفي العبد ان شاء الله امي ما تسمعني جماهير يا بن مخميخة لطفي العبدلي إلى لقاء قريب في فيديو آخر إن شاء الله وما رضا الله إلا برضا الوالدين